بيكون في حلقة جديدة من حلقات برنامج الكونسبت. النهاردة ان شاء الله هنكمل بقية التايبس بتاعت الفيكتورز في عملية الملوكلي كرونينج. بعد اذنك يا ريت تتفرج على الحلقة اللي قبليها عشان خاطر لازم نكون مع بعض. دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عربية. طيب في بعض انواع الفيكتور بيكون فيها مش اليونيك ريستريكشنز, دي حاجة اسمها بولين لينكر. بولين لينكر دي عشان نكون فاهمينها برضك, ما تعرفش بولين لينكر دي معناه ان ساعات بيكون مفضل ان الفيكتور بتاعك يكون ليه اكتر من مكان تقدر تقطع بيه. طب ليه؟ نفترض مثلا ان انت عندك في المعمل ايكو ار 1, خلاص هتقطع بالايكو ار 1, ده نوع من انواع الريستريكشن انزايم هنتكلم عنها ان هو بيبدا يقطع عشان خاطر ادخل مكانه حاجه. فالايكو ار 1 ما عندكش غيره في المعمل, فانت دلوقتي لو ما عندكش غيره هتوقف شغل, لا هتقطع بيه. طب نفترض ايكو ار 1 مش موجود وانت عندك مثلا ساك 1, تقدر تقطع في قلب الفيكتور ده. فالبول لينكر ببساطه ان انت عندك ريستريكتد سايت كتير قوي, فتقدر تستخدم في الفيكتور ده اكتر من ريستريكشن انزايم عشان خاطر يمشي الشغل معاك. تاني نوع من انواع الفيكتور هنتكلم عنه هو الفاج. الفاج فيه ميزه كويسه قوي عن البلازمين, الترانسفيكشن بتاعه او اللي تدخيل الجين للسيل. الفاش عنده ترانسفيكشن افشنسي بتاعته عاليه جدا جدا جدا, ممتاز لان هو بيقف على السل وبيعمل انتجريشن كده للنيوكليك اسيد اللي جواه. وكمان عندي تو فيز كده لازم عارفينهم في حياه الفاش, في حاجه اسمها لايتيك باس واي ولايسوجينيك باس واي. طبعا الناس بتوع الكرونيك, طب تعالوا كده نشوف ايه الفرق. اللايسوجينيك باس واي بيخلي ان الفيروس بينزل الدي ان ايه اللي جواه وبيعمل له انتجريشن جوه الكروموسوم بتاع السل. انتجريشن جوه الكروموسوم بتاع السيل معنى كده ان السيل دي لما تنقسم هتديك نسخه واحده زياده, كل انقسام بنسخه, وكمان الجين هيبقى جوه الكروموسوم, فالتغيير بتاعه مش هيبقى عالي, وده مش وظيفتك انت. انت مش عاوز الجين يدخل, انت عاوز الجين يكتر, مش عاوز يدخل جوه الكروموسوم بتاع البكتيريا. لكن هنا مش بيموت السيل. لكن تعالى اللايتك سيل هتلاقيه ان هو بقى بيعمل العمليه بتاعت الفيروس بقى المعروفه, ان هو يبدا ان هو يكتر من نفسه ويبدا يخلي السيل كده اكنها مسخره ان هي تكتره, لكن بيعمل لايسز السيل بيموتها. ايه المشكله؟ ما السيل تموت, ما انا مش عاوز السيل اصلا, دي بكتيريال سيل انا مش عاوز. لا انا عاوز يبقى عندي الجينز يكتر, ده الهدف بتاعي او ده. طب ممكن حد يسال بقى سؤال ذكي بقى, طب احنا الاول كده بنعمل, احنا اتكلمنا في اول الحلقه خالص ازاي بنعمل كلونينج في قلب البلازمين. طب ازاي بنعمل كلونينج في الفاج؟ بجيب بردك الهيومن جينوم مثلا, عاوز استخرج الانسولين, ببدا ان انا اقطع بريستريكشن انزيم, وباجي عند الفاج اقطع بردك بنفس الريستريكشن انزيم وبيبقى لي الشكل ده كده. بعمل لايجيت ما بين ميكس كده ما بين الجزء اللي انا عايز اكتره وما بين التو ارمز بتوع الفاج, وبعد كده ببدا ان انا اعمل اللي هي الهيت بتاعت الفاج والتيل بتاعته من بروتين ودخل ده جوه وبيعمل انتجريشن. حد ممكن يسال سؤال ذكي, طب ثواني بس, انت كده هتعرف منين ان الفاج دخل الدي ان ايه اللي انت عاوزه؟ ما هو هنا كده مفيش سيلكتور ماركر, مفيش انتيبيوتيك ريزيستنت جينز, وكمان مفيش جين انت دخلت جواه سيلاك زين, عرفت منين؟ ببساطه لو الفيروس دخل جوه السيل وعمل العمليه الدايركت الحياه اللي احنا اتكلمنا عليها ورا دي, لازم في الطبق يطلع لك حاجه اسمها كولوني. كولوني دي حاجه مدوره كده, كولوني هتلاقي حاجات مدوره في قلب الطبق, حاجات مدوره في قلب الطبق. الكولوني دي مش هتتكون الا لو الجين بتاعك دخل. ليه؟ لانك لو بصيت للارمز هنا فاضيه في النص, لما تيجي تلف عشان تعمل الدائره اللي اتكلمنا عليها بتاعت الكولوني هتبقى قصيره مش هتنفع, فلازم يكون في حاجه دخلت جواها عشان خاطر تقدر ان هي لما تدخل جوه السن تعمل الكولوني دي وتلف دي. يعني ببساطة لو ما لقيتش كولوني يبقى ما فيش جين دخل, ببساطة خالص. يعني لو ما لقيتش كولوني ليه؟ لأن كده مش هتقدر, الجزء دول مش هيقدر يلف على بعض ويعمل الدايرة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الكولوني في الطبق. لكن لو الجين بتاعك دخل في النص هنا هيقدر ان هو يكون كولوني. ايه في هنا؟ دي حاجة اسمها الكوزمي. الكوزمي ده بقى عمله هايبرديزيشن كده ما بين مميزات بتاعة الفيروس ومميزات بتاعة البلازمي. هو طيب هو ايه اصلا؟ هو البلازميد احسن من الفيروس. البلازميد ممتاز في انه صغير. تاني كده تعالى نتخيل ان احنا بندخل حاجه صغيره في السل, طبعا دخولها هيبقى اسهل كتير, فدي حاجه كويسه جدا. تاني حاجه كمان الحاجه الاصغر بتنقسم اسرع, وده الحاجه اللي انا عاوزها. انا عاوز نسخ كتير, مش عاوز حاجه يبقى مش عايز فيروس يدخل لي انتجريشن عالي قوي,
بس ما بتطلعليش نسخ اكتر. لا البلازميد كويس جدا لو انت هتنقل حاجه قليله. فالبلازميد بينقل لغايه حوالي 10 كيلو بيس بير، لكن الفيروس بينقل حوالي 20 بيس بير، بيكون ممتاز جدا لحوالي 20 بيس بير. الفراجمنت اللي هنا كانت عندي 20 لغايه او 25 رينج، ده البلازميد بينقل لغايه 10 كيلو بيس بير. لكن طبعا كل ما انت تنقل حاجه اصغر فالافضل ليك انك تروح تنقل بالبلازميد، ما تروحش تنقل بالفيروس. لو هتنقل مثلا 5 بيس بير انقل بالبلازميد احسن. ليه؟ لان هو اقل في الحجم فهيدخل اسرع للسل، وكمان الانقسام بتاعه هيبقى اسرع، لان كل ما حاجه كانت اصغر كل ما الانقسام بتاعها بدا يبقى اسرع. لكن الفيروس بيكون احسن منها في الترانسفكشن. فالكوزميت ده حاجه جامعه كده من مميزات الاثنين، عمل هايبريدايزيشن للطول بتاع السيكونس اللي انت تقدر تدخلها. دي كانت المشكله في بلازميد. بلازميد خلاص يعني انت اخرك هتدخل 10 كيلو بيس بير. وكمان كان في بلازميد كان في حاجه مميزه ان هو كان في انتيبيوتيك ريزيستنس، فدلوقتي دي موجوده في الكوزميت لان هو واخد المخمسين. وكمان عنده البول لينكر، لان زي ما اتكلمنا عنها في الاول ان انت تقدر تقطع باكتر من ريستريكشن انزايم. فهو كده يعني كده اجمع ما بين الصفات الكويسه في البلازميد وفي الفيروس. الكوزميت ده عباره عن هايبرد ما بينها. طيب وعندي حاجه تانية اسمها يست ارتفيشال كروموسوم، ده بياخد بقى يعني كيلو بيس بير كبيره جدا، هنتكلم عنه بالتفصيل او مش بالتفصيل قوي في حلقه قدام ان شاء الله. في حاجه كمان اسمها باك، اللي هو ياك دي اللي هي يست ارتفيشال كروموسوم، وباك اللي هي باكتيريال ارتفيشال كروموسوم. كده احنا اتكلمنا على الجزء الاول من الرحله بتاعتنا اللي هو الفيكتور او الناقل. طب تعالى نتكلم بقى على الايد بقى اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول، هو الموديفاينج انزايم، الحاجات اللي انا بستخدمها. في حاجه عندي اسمها تيرمينال ترانسفريز. التيرمينال ترانسفريز ده هو بيعمل اد النيكلوتايد على الثلاثه اند اوف دي ان اي تشينز. طب ليه انا عاوز اد النيكلوتايد؟ انا عاوز اعمل مثلا احط عند اخر السيكونس دي كده مثلا سايمين 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 سايمين، واجي هنا سايمين 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 سايمين، واحط على السيكونس اللي انا عاوز تعمل هايبرديزيشن معاها ادينين 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 ادينين، بحيث ان انا اعمل اللي هو الستيكي اند عشان خاطر يبدا الهايبرديزيشن ما بينهم يبقى احسن واسرع واسهل. طيب تاني حاجه عندي تي 4 دي ان اي لانجيز، ده طبعا مهم جدا ان هو اللانجيز احنا اتكلمنا ان انت بتعمل قتل للديزاير جينز وبتعمل قتل للفيكتور، فمحتاج الحاجه اللي تلزقهم او تلحمهم تاني. فاللانجيز دي حاجه مهمه جدا، واي حد تعبان لازم عارف كويس اللانجيز بيعمل ايه وقد ايه، هو مهم في حاجتي. عندنا حاجه اسمها فوسفاتيز. فوسفاتيز ده عباره عن ان هو بيشيل الفوسفات اللي عند 5 ان. طب ايه ده انا عايز اشيل الفوسفات ليه؟ ببساطه خالص كده، انت عندك الفيكتور اللي هو رجع تاني للبلازميد ده، قطعته بريستريكشن انزايم ورحت قطعت السيكونس اللي انت عاوز تكترها بنفس الريستريكشن انزايم، مش ممكن الفيكتور ده يرجع يلحم في بعض تاني؟ يعني انت قطعته بريستريكشن انزايم وقطعت دي، انت مش شايف حاجه، ممكن الفيكتور ده يروح لاحم تاني بدل فيه فوسفور وفوسفور فوسفات وفوسفات، فيبدا ان هو يلحم مع بعض تاني، وانت بقى تكمل عمليه الكلوننج بتاعتك وتفتكر ان الجين دخل بعين اصلا الفيكتور لحم على بعض ويبقى هو فيه الانتيبيوتيك ريزيستنت، وتدخله جوه السل وتحط الامبسين تلاقيه لمع وتفتكر ان الجين بتاعك دخل، بينما ما دخلش الفيكتور دخل فاضي لان هو مسك في بعضه تاني. فالالكلاين فوسفاتيز بيحل لك المشكله دي، بيرموف الفوسفات ده فيبقى بالشكل ده، ما يقدرش يلحم على بعض تاني، لازم تجيب له الديزاير دي عشان يدخل فيه. فعشان كده بستخدم الفوسفاتيز. ريفرس ترانسكريبتيز بستخدمه ساعات عشان خاطر احول الار ان اي لدي ان اي. هو ريفرس يعني عمليه عكسيه. ترانسكريبتيز، الترانسكريبت اللي هو الار ان اي، انا عايز اعمل ريفرس لعمليه الترانسكريبشن اللي هي ايه؟ ان انا اطلع الار ان اي، الترانسكريبشن هي عباره عن تحويل الدي ان اي للار ان اي، فريفرس يعني انا هرجع تاني الار ان اي لحاجه اسمها بقى السي دي ان اي كومبلمنتري دي ان اي. تمام؟ الكوينيز ده بياد فوسفات على 5 اتش، ايه طب انا عاوز اياد فوسفات ليه على ال 5 اتش؟ عشان خاطر ساعات بنستخدمها في الليبل او في ان انا عاوز اميز الدي ان اي بتاعي واعرف ادخل لا، فبحط بضيف كده فوسفات اسمه جاما فوسفات. ليه الجاما ده من احسن الحاجات اللي بستخدمه في عمليات الليبل؟ عشان خاطر هو بيقدر يمتص اكتر. فبستخدم الالكالين بستخدم الكينيز عشان خاطر احط الجاما فوسفيت على السيكونس بتاعتي على الخمسه او اتش على اخرها، فاقدر لو هي امتصت اكتر فاعرف كده ان هي دي انا معلمها بحاجه، دي اكتر واحده امتصت يبقى هي دي اللي انا معلمها. طيب
دي ان ايز. ايه ده، انا ممكن استخدم دي ان ايز حاجه انا اصلا عايز اكتر دي ان ايه، استخدم دي ان ايز ليه يعني؟ ده بيدجست دي ان ايه، ده بيبوظ دي ان ايه بتاعي، وانا عايز اصلا اكتر دي ان ايه، هستخدم دي ان ايز في عمليه تكتير الدي ان ايه. ساعات لما بتحط كميات مخففه من الانزيم ده بيعمل حاجه اسمها نيك دبل ستراند دي ان ايه. نيك يعني بتكسر حتت بسيطه جدا او بعض السيكونس اللي في النص. طب ليه بعمل كده؟ عشان خاطر بردك عمليه الليبلنج، او خاطر ان انا اعلم الدي ان ايه ازاي. انت بتكسر اجزاء بسيطه او نيوكليوتيد من الدي ان ايه، فبتبدا تحط بدلها نيوكليوتيد متعلمه، تمام؟ فساعات بنستخدم الدي ان ايه بحيث بس بكميات بسيطه جدا عشان خاطر ان هو يقدر ان هو يعني يكسر بعض النيوكليوتيد، واحط انا بدلها نيوكليوتيد ثانيه بس تكون متعلمه، فبقدر ايه استخدمه في عمليه الليبلنج. ار ان ايز طبعا احنا عايز اكتر دي ان ايه بس، فبشيل اي حاجه تانية فبحط ار ان ايز. لينو فراجمنت دي حاجه ليها علاقه بالدي ان ايه بريمير ران، عشان خاطر هو الوحيد اللي بياخد الاتجاه المعاكس. اس 1 نيوكليس بيرموف حاجه اسمها اللوب، مش هتكلم عنه بالتفصيل قوي، يعني المفروض ان شاء الله في حلقات تانية هنتكلم عن ايه هو اللوب ده. لو انت اتفرجت على حلقة الترانسكريبشن اللي قبل كده او اللي احنا ما اتكلمناش فيها، هرجع ابص عليها تاني. وكمان عايز اتكلم في نقطة معينة او في الموديفاينج انزيم اللي احنا عاوزين نطلع بيه اصلا من الفيديو. هو اهم حاجة خالص او اللي احنا بنستخدمه اكتر، او الاثنين اللي احنا هنتكلم عنهم اكتر، اللي هو ريستريكشن انزيم واللاجيس. الريستريكشن انزيم ده اللي هو بيبدا يعمل كات، اللي احنا اتكلمنا عنه كتير، لازم نكات السيكونس بنفس طيب حد ممكن يقول لي طب الريستريكشن انزيم ده اصلا موجود ليه؟ يعني جابوه منين؟ الريستريكشن انزيم ده يعتبر كده النظام المناعي للبكتيريا او الميكروب. لما الفيروس بيجي لها يعمل لها عدوى، فبتبدا ان هي تطلع النظام المناعي بتاعها، ان هي بتكسر الدي ان ايه بتاع الفيروس عشان خاطر ما يقدرش بقى ان يدخل السيل ويسيطر عليها ويبدا يدمرها ويكتر من نفسه. فهي بتبعت له حاجه اسمها ريستريكشن انزايم، تبدا ان هي تكسر فيه. طبعا في فيروس تقدر تعدي المرحله دي، في فيروس لا، فلو هي قدرت تكسره خلاص كده الفيروس مات. طب ممكن حد يسال سؤال يعني منطقي جدا، طب هو ليه السيل يعني مثلا الايكو لاي بتطلع ريستريكشن زي الايكو ار 1 عشان خاطر اي فيروس بيدخلها الدي ان ايه بتاعها هو عنده ايكو ار بيكسره. طب ليه الايكو لاي الفيروس بتاعها ما كسرش نفسه؟ ليه هو ما هضمش نفسه؟ عشان خاطر البكتيريا بيكون عندها حاجه اسمها ميثيليشن، بتعمل حاجه اسمها ميثيليشن على السيكونس بتاعتها. الميثيليشن ده الريستريكشن زي ما يقدرش يجي يقطع عنه، فبيبقى عندها مجموعه مثال كده، الريستريكشن زي ما يجي يقطع تقول له ستوب هنا، ما ينفعش انا عندي المثال جروف فما تقدرش ان انت تقطع هنا. فببساطه خالص اخر حاجه خالص ان انا بجيب فيكتور وبعد كده بالريستكشن انزيم ده بعمل له بفتحه، بعد كده بنفس الريستكشن انزيم بقطع الديزاير جينز، وبعد كده بعمل لاجيز للتوسيك للفيكتور مع الديزاير جين بتاعه، بعد كده بدخله تاني في الهوست، وفي الهوست بيبدا يعمل ريبليكيشن سريع جدا، وبطلع يعني نسخ كتير قوي 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 في وقت قليل جدا من سنجل واحده. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات برنامج الكونسبت. شكرا.